مش عارف انتوا سمعتوا ولا لا على الحادثة اللي حصلت في مراسي في اخر شهر 6 اللي فات مع بدايات الصيف. بنت في عمر الزهور يعني 13-14 سنة توفاها الله بسبب حادث سيارة هناك. ده الكلام اللي اتقال، واللي اتقال اكتر انها بنت مدير اعمال الفنان مصطفى شعبان، ويمكن عشان كده في ناس سمعت عن الموضوع ده. اللي حصل ان البنت كانت راكبة مع صاحبتها، كلهم بنات من نفس سنها وكلهم من نفس الكلاس اللي هم في مع بعض كلهم فيها في مراسي يعني، وكانوا راكبين جولف كارت او الجولف كار، العربيات بتاعت ملاعب الجولف الكهرباء اللي ابتدينا بنشوفها دلوقتي كتير موجودة في الكومباوندز وفي القرى السياحية. البنات راكبين وبيلعبوا بيهافوا فن مع بعض، بنت التانية ماشية بسرعة بتاخد ملفة او حاجة، المهم من بنت اللي هي اللي توفاها الله وقعت من العربية، وبيقال ان في عربية تانية دستها راكباها بنت حد تاني معهم من شلة الأصدقاء، وهي عربية بورش. الموضوع كله لما الناس بتسمعه تقعد تقولك يا عم دول أغنية في بعض ملناش دعوة، لا بس هي حادثة إنسانية كبيرة وحاجة لازم كلنا ننتبه لها. الأهالي اللي في الكومباوندز واللي في الأماكن اللي هي الهاي كلاس دي بيدوا لعيالهم عربيات الجولف وبيخلوهم يعملوا بيها اللي هم عايزين، رايحين جايين وبيجروا بيهم وبيروحوا في كل حتة. ده ناهيك عن المهازل اللي بتحصل بالبيتش باجيز واللي بتحصل بالكوادز واللي بتحصل في البحر بالجيت سكي والسبيد بوتس. انت بتدي لابنك أداة لقتله أو لقتل غيره. الموضوع ما هوش دلع، الموضوع ما هوش رفاهية زيادة، الموضوع ما هوش استسهال ان احنا النهاردة يلا نقدر نجيب عربية كهرباء من الحاجات دي وهي بطيئة، ده عربية جولف يا عم وخلي العيال يركبوها ويروحوا ويجوا بيها. لا الموضوع على فكرة خطر. العربيات الكهرباء بتبقى فيها انستنت تورك أو تورك عزم لحظي واستجابة لحظية، وبالتالي هي سريعة حتى لو كانت عربيات بقوة 2 حصان 3 حصان مش هتفرق. ولو بتوصل لسرعات 35 و40 كيلومتر في الساعة فدي سرعات قاتلة على فكرة، دي سرعات قاتلة خصوصا لما يبقى راكبها أطفال وزنهم خفيف وما هماش أصلا متثبتين في حاجة ولا مربوطين بحزمة ولا مسكين ولا في دماغهم. ليه؟ لأن محدش فهمهم، وده دور الأهالي. العيل أنت هتديله لعبة بجنيه هيلعب بيها، هتديله لعبة بمليون جنيه هيلعب بيها، هتديله حاجة يعرف يتعامل معها هيعرف يتعامل، هتديله حاجة مش عارف هيفضل يجرب ويعمل فيها لحد ما ممكن يموت نفسه. هو عشان كده اسمه طفل مش مسؤول، ليس عليه حرج، الحرج كله على الأهالي. ذنب البنت اللي ماتت دي في رقبة أهل البنت التانية اللي ادوها الجولف كارت عشان خاطر تلعب وتجري بيها. ذنبها لو هي فعلا بعد ما وقعت بنت تانية صاحبتهم 14 سنة راكبة البورش بتاعت باباها وخبطتها، فذنبها في رقبة الراجل التاني ده. يا جماعة ربوا عيالكم، ربوا عيالكم، ربنا يرضى عليكم، ما ينفعش كده. احنا بنتكلم في كل اللي بنتكلم فيه على ان الدنيا الحاجات البايظة والانتقادات اللي بننتقدها بنقول ان الكبار الامل في اصلاحهم بسيط جدا، ولكن النشأ اللي طالع لما هيطلع بايظ من الاول او هيطلع مستهتر من الاول او هيطلع مش عارف قيمة نفسه وقيمة الامان وقيمة حياته بقى خلاص على الدنيا السلانكاتيه زي ما بنقول. انا راجل ساكن في كومباوند وكل يوم اشوف بيتش باجيز بتجري، اشوف ناس جايبين لعيالهم السكوتر، سكوتر بنزين عادي، وطول النهار قاعد يجري بيه في الكومباوند وطول النهار قاعد يقرفنا بيه ومعرض نفسه للخطر ومركب اصحابه معاه، واللي على الباجي مركب معاه 3-4 صبيان وبنات، والواحد قلبه بيوجعه على اللي بيشوفه، بيقول اهل الناس دي فين، اهل العيال دي فين؟ هل الناس دي كلها جهله؟ هل كل الفئه العاليه دي جهله؟ ولا هل الدلع موصلهم لدرجة ان انت ما بتقدرش ترفض طلب لابنك ممكن يضره ويضر غيره؟ اتقوا الله في عيالكم، اتقوا الله في عيالكم وربوا عيالكم، ارجوكم ارجوكم ربوا عيالكم عشان خاطر عيالكم وعشان خاطر الناس التانيين وعيال الناس التانيين. حرام والله اللي بيحصل ده.